اهلا بحضراتكم من جديد. قبل الفاصل شفنا كابتن رؤوف عبد القادر وكابتن علي هاشم قالوا ايه طبعا في مراسم توقيع ندى نافع ورنيم الجداوي. خلينا نروح نشوف بقى ندى نافع ورنيم الجداوي قالوا ايه وارجع لحضراتكم تاني. السيزون ما خلص كابتن علي كلمني كده وقال لي ان هم عايزين يتعاقدوا معايا. كنت مبسوطه قوي اكيد لما عرفت يعني, عشان اكيد كنت اي حد يحلم ان هو يلعب في النادي الاهلي. فبس فبعد كده بدانا بقى نمشي في الاجراءات بتاعت ان انا امضي وكده. بس كنت مبسوطه جدا اكيد يعني, اي حد يحلم ان هو يلعب في النادي الاهلي من اكبر النوادي. فاكيد كنت سعيده جدا ومتحمسه جدا ان انا هلعب في النادي يعني. كابتن علي كلمني بعد ما السيزون خلص وطلب مني ان انا يعني, قال يعني ان هو عايز نتعاقد معاكي وكده. وطبعا كان شرف كبير ليا وكنت فرحانه ان انا يعني جات لي فرصه ان انا العب في نادي الاهلي. كنت مبسوطه جدا وسعيده. انا اصلا من زمان وانا صغيره وانا بشجع نادي الاهلي ونفسي كان العب في نادي الاهلي من زمان, فكان شعور رائع صراحه.